السوشيال ميديا وبتشوف. ايوه اول ما اتقال وهجوم الاسم عنيف هجوم ورد فعل عنيف جدا وغير طبيعي، ولكن اصرار غريب وهدوء غريب جدا 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 من لجنه التخطيط. ايه يا كابتن ليه؟ بص ايه اللي حصل عشان تخليك تعمله كده؟ هقول لك يعني احنا انا مش عايز تفاصيل طبعا، انا بتكلم بشكل عام يعني. بشكل عام احنا الاول كان لازم ما نقفش عند مين، نقف عند ايه؟ ايه دي يعني معايير؟ فبدانا نحط معايير للمرحله، لان انت عارف الموسم كان بدا والاختيارات بتدور على حد يتناسب مع المعايير اللي انت حطيتها. مظبوط. فكان في بلان اي وبي وسي، ما كانش عندنا طبعا مشكله غير بعد كده في التفاوض. انما كان ال 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 النشان بقى بتنشن على حد بسمات شخصيه غير الجانب الفني، انت محتاج سمات شخصيه تتناسب معاك في التوقيت ده. ومش بس عشانك، لا ده عشانه كمان، هو نفسه عايز يحقق لنفسه، وده جزء مهم. الطموح. لان انت طموحه طموح. طبعا فانت التقارب ده، الالتقاء اللي تم ده تم وخد وقت طويل، ان انت تقف عند مين يتناسب مع المعايير. فكنا حتى انا كتبت بوست ان احنا بنتحمل، بنثق في رؤيتنا ونتحمل ما انا بقول الهدوء القرار، الهدوء وما كانش الهدوء. حد عارف وده كان جزء برضو السريه بالظبط. السوشيال ميديا اتكلموا كتير او عارفين هم نفسهم في حد ممكن يبقى اسم عالمي، بس احنا ما كانش ده المعيار، مش هو ده رؤيه. بالعكس، ده كان المعيار الطموح، واضح جدا جدا يعني. انا من كلامك جدا الطموح هو الاهم دلوقتي او الفتره دي. ده صحيح، و و و والحمد لله ان مش بس كمان رؤيته او طموحه، لا ده كمان بصلنا في حته تانية، زي مثلا رؤيته في الاهتمام بقطاع الناشئين. قطاع الناشئين صح، مظبوط. وبدا بالفعل ان المساعدين بتوعه يتابعوا الماتشات والتدريبات. هنرجع للكلمه اللي انت قلتها اللي هي مشروع. مشروع. وانا يمكن كتبتها بالانجليزي بروجكت لو تفتكر. والناس قعدت تسال بره كده، انت لما بتبقى في مرحله معينه انت مش عايز مدرب يجي ويمشي او مدرب يجي يدرب، لان في علم التدريب مش تدريب ساعتين وماتش ساعتين، انت دلوقتي الموضوع بقى كبير جدا، انت بتعمل لايف ستايل، بتعمل اسلوب حياه للفرقه بتاعتك بما لا يتعارض مع مبادئك وقيمك واسلوبك والكيان نفسه، فبيجي ينصهر معاك، بس باضافه لخبرات، اضافه لرؤيه، تغيير في الاستراتيجيه، كل ده الحمد لله ادى خطوه جيدة. بس لسه المشوار طويل طبعا، لسه برضو الناس. انا دايما لما يعني باجي اتكلم يعني لا انا لما باجي اتكلم في ملعب الاهلي بقول ايه يا كابتن؟ بقول دايما البشاير جيده. البشاير جيده، بمعنى ان احنا لعبنا 7 مباريات اعتقد مع فايلر. اربعه وثلاثه، 7 مباريات مع فايلر، كلهم الحمد لله حتى هذه اللحظه كويسين. الاداء، شخصيه الاهلي موجوده. بالزبط. الاداء في روح قتاليه، ودي روح الفانيلا الحمراء اللي دايما الناس بتتكلم عليها، موجوده جدا جدا. الجانب الخططي واضح للناس، ارتقاء وارتفاع مستوى لعيبه فردي لبعض اللاعبين. مظبوط. ده موجود. مظبوط. ما بقتش تسال ليه ده ما بيلعبش او ليه ده خلاص، القوام والقرار عند فايلر هو. معلش يا كابتن، عشان النقطه دي مهمه جدا. هل وانا قاصد، انا اسف ان انا لكن انا قاصد يا لا، هل لجنه التخطيط لها دور في ان هي تتدخل في اسلام ما لعبش ليه او لعب ليه؟ لا، بس خلاص، عشان انا بس السؤال ده اصله في فرق بين ان انت لجنه تخطيط، وفي فرق بين ان انت بتدير تنفيذي، يعني سواء فني او اداري او طبي. لا، ملناش علاقه خالص خالص. اللعيب ده ما اتصاب ليه؟ ما اختصاصات. وانت عارف وكويس انك بتسالني عشان برضو الناس تعرف. عشان الناس تعرف في اختصاصات، في ادوار الجوب ديسكريبشن معروفه بتاعت اللجنه دي، بتاعت اداره النادي، بتاعت التسويق، بتاعت التعاقدات، كل واحد عارف دوره، ما فيش تعدي على اختصاصات، والا الكيان يتهز، والا ما يبقاش النادي، ما يبقاش النادي الاهلي. زينب السيد بتقول لحضرتك شخصيه راقيه متزنه داخل الملعب وخارجه، اهلاوي حتى النخاع، مثقف محترم، اضافه كبيره للجنه التخطيط. شكرا. الاهلي فاميلي، تحياتي لحضرتك والكابتن زكريا. جميل. الاهلي مش زعلانه نهائيا على مباراه امبارح ولا من اللاعبين، لانهم رجاله ولعبوا لاخر ثانيه. تمام. وقال سليم خفاجي، لماذا مباراه رجاء والترجي يعين لها افضل حكام القاره؟ اتكلمنا في الموضوع ده
وانتظروا بقى دراسه الموضوع صحيح. خلال الفتره القادمه. وليد العشري بيقول منور الدنيا عايزين شرح. الترجي كسب 2-0 طبعا. والترجي بالمناسبه كسب الرجاء في المغرب 2-0 فريق جيد جدا. يعني فرق شمال